مشاهدي قناة جديد الأخبار المتنوعة، مرحبا بكم، حياكم الله أينما كنتم، ورمضان مبارك كريم. إلى أول مرة كتدخل القناة لا تنساش تشارك معنا، تفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد، تعليق على الفيديو، وما تبخلوش لنا بالإجام ديالكم. خبرنا لهذه اللحظة، الحكومة تعد مشروع قانون لمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك يوم الثلاثاء أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على المصادر المصادقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهني النقل الطرقي بالمملكة، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهني النقل الطرقي في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي. وأشارت إلى أنها عقدت يوم 5 أبريل 2022 اجتماعات ترأسها السيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور والاستيفاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر. وعلى هامش هذه الاجتماعات، يضيف نفس المصدر، تمت أيضا إثارة الصعوبات التي تواجه المهنيين لاحترام أجل تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل، حيث تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية في حضور هذه المؤسسات لتدارس الموضوع. لا تنساش تشارك معنا، تفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد، تعليق على الفيديو، وما تبخلوش لنا بالإجام ديالكم. تحقيقات كشفت تهجير مغاربة إلى تركيا لبيع الكلي مقابل مبالغ طائلة، إحالة عصابة للتجار بالأعضاء البشرية على الوكيل العام بالدار البيضاء. أحال المكتب الوطني لمكافحة الهجرة الغير المشروعة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء صباح يوم الثلاثاء 4 أشخاص من بينهم 3 نساء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المخدرات. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أبحاثا ميدانية وتحريات تقنية على ضوء تداول إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية وتحديدا الكلي بمصحات خاصة توجد خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية. وتابع المصدر أن إجراءات البحث القضائي أسفرت عن توقيف 4 أشخاص من بينهم 3 سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في تهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الاتجار بأعضائهم البشرية. كما مكنت الأبحاث والتحريات في هذه المرحلة من التوصل إلى ضحيتين ممن قاموا ببيع كليتهم بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية. كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة، يضيف نفس المصدر أن عناصر هذه الشبكة الإجرامية كانوا يستغلون بعض الضحايا في عمليات تسلم ونقل كميات من المخدرات سواء داخل المغرب أو خلال سفرياتهم نحو الخارج، كما كانوا يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب تضم مواطنين أجانب متورطين في استئصال وبيع الأعضاء البشرية. وسجل البلاغ أن عملية التفتيش التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية مكنت من حجز مبالغ بالعملتين الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية وإيصالات لتحويلات أجنبية وتحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفتردين وكميات من مخدر الشيرة، فضلا عن هواتف محمولة تم إخضاعها للخبرات التقنية المطلوبة. وأشار البلاغ إلى أنه تم إيداع المشتبه فيه من موقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث
بينما لا زالت عمليات البحث والتنسيق متواصلة مع مكتب انتربول أنقرة بتركيا لتشخيص وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين الأجانب والمغاربة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. إلى هنا ينتهي هذا الخبر.